فرض عليهم التعاقد، والوضعيه ديالنا الهشه غادي نربطوا ليها الهيبه والقوه عن طريق التضامن والمساس باستاذ هو المساس بكل اساتذه، المساس باستاذ بني ملال هو مساس بكل اساتذه الزلال ومساس بكل اساتذه خريبكه وخنيفره وبني ملال وفتب صالح. تحية عليا من داخل إطار العتيد التنسيقي الوطني للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تحية لكل المنابر الإعلامية الشريفة الحاضرة. أكيد التواجد ديالنا اليوم تنزيل خرزة المجلس الوطني القاضي بإنزالات، لأن إشكالات على المستوى الوطني ديال إغلاق باب الحوار دون فتح حوار جد مسؤول، ومن طبيعة الحال نؤكد أن الحل الوحيد هو إدماج كافة الأساتذة الأستاذات في أسلاك الوظيفة العمومية. اي نظام اخر نحن نرفضه جمله وتفصيلا. على المستوى الجهوي يعلم الجميع بان هناك اشكالات على مستوى الجهه، وجود مدير اقليمي فوق يعتبر نفسه فوق القانون، اللي بجره قلم استاذه جاءت تكليف اللي هو مجحف في حقها وبدون انذار، وتم الاقصاء ديالها وتوقف الاجره ديالها بدون اي مساطر قبليه، وهذا يؤكد هشاشه الوضع ديالنا، بالاضافه الى استفزاز ديال الاساتذه وعدم استقبالهم باعتبارهم داخل التنسيقيه. بغينا حنا نتسالوا واش حنا يعني لاجئين داخل هذه المنظومه، او حنا اطار جماهيري نناضل على الحق ديالنا المشروع. وتيقول الاستاذه وسيري تبعي التنسيقيه، وبالتالي نؤكد نحن كذلك ان المساس بهذا الاستاذه هي مساس بكل التنسيقيه. حنا مستعدين حتى لتوقيف الدراسه وشل القطاع بكل جهه الى ما تمش الاستدراك وارجاع المسروقات ديال هذه الاستاذه بكل بدون سابق انذار، بالاضافه الى السارقات اللي كتعرضوا للاساتذه بهذه الجهه اللي حتى ما تكون الرقم القياسي 1300 درهم 1400 درهم حتى 1500 درهم، وهذا من طبيعه الحال مرفوض بشكل اللي هو نهائي. ونؤكد ان المعركه ديالنا تستمر حتى اسقاط المخطط، وندعو الجميع الى مزيد من الالتفاف. اكيد ان المجلس الوطني المقبل حافل باشكال تصعيديه اللي هي سواء على المستوى التربوي الاداري وعلى المستوى الميداني ايضا. وتحيه. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية نضالية عالية المنابر الحرة، معكم أستاذة بسمة مديرية خريبكة. إذا أتت هذه الخطوة النضالية في سياق انسهام العمل البيان الوطني الصادر عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، استمرارا في المعركة النضالية التي تخوضها منذ 4 سنوات، إذ نطالب كما العادة بإدمان كافة الأساتذة والأستاذات وإسقاط محاضرات التعاقد. إذا هذا الأسبوع النضالي أتى وفي سياق آخر، وهو توقيف أنكرة الأستاذة ملان على مديرية بني ملال بعد تعسفات بينهم في حق الأساتذة والأستاذات بمديرية بني ملال، وكذلك الاقتطاعات المجحفة من أمور الأساتذة والأستاذات التي بلغت حتى 1500 درهم. هذا السياق نطالب من الوزارة الوصية تحمل المسؤولية الكاملة في ضياع الزمن المدرسي، ونقول مجددا أن الأستاذ هو الأولى بمصلحة التلميذ، ونقول لعموم الشعب المغربي أن يتضامنوا مع نضالات الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد، لأن المطلب هو مطلب الشعب المغربي كافة، وهو الدفاع عن المدرسة والوظيفة العمومية. شكرا. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.